أعتقد دكتور مدحت نافع في تعقيب، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضراتكم وشكرا لرئاسة الجلسة. لغة كتب الشيء قيده، وقد أكثرنا من الكتابة والتقييد وأكثرنا من التشريعات المقيدة حتى أصبح لدينا غابات تشريعية يصعب فكها، وننسى أننا قد شرعنا وبقى عندنا بايلوز تشريعات فرعية وقرارات وقرارات تنفيذية. وقد عينت ذلك وكنت رئيسا لقابضة لإحدى القوابض في قطاع الأعمال العام، وقد عينت كيف تكون صعوبة التشريع وصعوبة فك التشابكات بعد صناعتها أمرا شبه مستحيل. ذكر الدكتور خالد مسألة التسجيل، وتسجيل العقاري مهم جدا لحل للتمويل العقاري، يعني يجب أن يكون هناك تسجيل للعقارات حتى يسهل تمويلها، ونتكلم عن نقص التمويل أو يعني ما يمثله حجم القروض العقارية بنهاية 2021 أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي وأقل من 10% من حجم القطاع العقاري، وده شيء يعني سيء للغاية. طيب، هل ندرك أن الإصلاح التشريعي غفل عن جزئية مهمة جدا؟ يعني حط مثلا الرسم من ضمن المشاكل أن الرسوم نسبة من العقار، فوحدها وقال ستكون في التشريع الجديد ستكون رقما مقطوعا، ولكن أبقى على نسبة موجودة من زمان لنقابة المحامين مثلا 1%. طب ما هو ده شيء غريب جدا وشيء ما زال يعوق، ومش في الآخر نتصور أن احنا عملنا التعديل، لكن يبقى الشيطان في التفاصيل كما هو دائما. حينما ظهرت ونبتت فكرة المنظم الواحد السنجل ريجوليتر في القطاع المالي غير المصرفي، كان الهدف منها رفع الكفاءة، كانت المحصلة عكس ذلك. بكل صراحة وبكل وضوح أنا سعيد جدا من تشخيص دكتور محمد فريد، لأنه يضع يده، يعني هو هيوفر علينا كتير جدا من أن يعني نقضي الوقت في التشخيص وفي ذكر الأرقام، وذكر بنفسه الحجم الصغير جدا للpenetration rate للاختراق في قطاع التأمين أقل من 1%. رأس المال السوقي في البورصة بعد ما كان في 2008 قبل الأزمة مباشرة وصل ل 104%، النهاردة أقل من 10%، وكلها مشكلات ارتبطت بعاملين: نقص السيولة ونقص الثقة. وارتبط نقص السيولة في غالب الأحوال بنقص الثقة، بغياب الثقة، وغياب الثقة يأتي من عدم الاستقرار التشريعي وكثرة، كنت بقول دايما الحكم يعبث بصافرته طوال المباراة، طول الوقت عمال يصفر، ويتدخل الرقيب في الجلسات في جلسة التداول، ويتدخل في العمليات، ويتدخل في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، ويتدخل في كل شيء، حتى أصبحت البيئة غير مواتية للاستثمار. ولذلك أطلب وأطالب من السيد الدكتور محمد فريد، أرجوه في هذا أن يبدأ أولا بتشكيل لجنة لفحص جميع ما أدخل من تعديلات ومن تقييد استمر عبر عقد من الزمان، تراجع ويكون الديفولت بتاعه هو الإلغاء، يعني يكون الأصل في الأمر هو إلغاء ما تم استحداثه، لأن ما كنا عليه قبل 2010 كان جيدا وكان كافيا وكان يحقق ما حقق من إنجازات. كانت أفضل الطروحات الحكومية طروحات 2005 على سبيل المثال، كانت جيدة للغاية، ومعنا الدكتور ماجد شاوي السيد الرئيس الأسبق للبورصة المصرية يشهد بذلك، وكان لدينا رؤية جيدة جدا أدعو فيها السيد رئيس البورصة اليوم أن يعيد تشكيل لجنة، كان عندنا advisory committee، لجنة استشارية عليا تضم يعني عناصر متميزة جدا، تضم رئيس بورصة ميلانو، تضم رئيس بورصة شيكاغو مركنتايل، تضم رؤساء بورصات علمونا يعني ايه ETF، يعني ايه exchange traded fund، وعلمونا يعني ايه مشتقات وازاي ندخلها وازاي نستحدثها، ومعظم ما تم استحداثه فيما بعد كان في هذه الفترة وعلى يد هذه اللجنة التي كانت تأتي إلى مصر بدون مقابل، كانت بتيجي بس بتمن تذكرة الطيارة، ما بياخدوش فلوس. أرجو إعادة هذه اللجنة مرة أخرى، وأرجو وأعتقد أن حضرتك هتعمل، كنت لسه هطالب حضرتك بعودة طرق الأبواب، ووجدت أنك قد بادرت بهذا، وكان ذلك يعني من دواعي السرور ومن دواعي يعني الأجيلتي اللي يعني تشكر يعني تحمد لحضرتك بشكل كبير جدا. البورصة هي باب الخروج وهي باب الدخول للمستثمر، فيجب أن نراعي أنها تكون تتوافر بها السيولة والعمق، أن تكون منظمة تنظيما لا يعقد، أن تكون يعني مرآة كما تحدثنا أكثر من مرة للاقتصاد في كل صوره. يعني لن أخوض في أكثر من ذلك، يعني احتراما للوقت طبعا، وكنت أود أن يكون لدينا المزيد، لكني ذكرت في حضوري مع السيد دولة السيد رئيس الوزراء الجلسة الخاصة بوثيقة ملكية الدولة أننا نحتاج إلى بلاتفورم، محتاجين إلى منصة
للتخارج، حينما نقول أن الدولة تعتزم التخارج في خلال 3 سنوات من كثير من الأنشطة، فيجب أن تكون هناك منصة، هذه المنصة تتمتع بالسيولة والكفاءة حتى يتأتى تسعير الأصول حتى أو تقييم الأصول بالشكل اللائق والمناسب لحجم هذه الأصول الكبيرة التي تقدر قيمتها أكيد بالتريليونات. أتمنى أن نحكم إدارة المخاطر خاصة في قطاع التمويل الاستهلاكي، وقد لاحظت وخشيت أن يعني ينفرط العقد، وأعتقد أن الدكتور محمد فريد يدرك هذا وسوف يهتم به بشكل كبير. مسألة الضريبة العقارية مسألة مهمة، لم أكن أبدا من مؤيدي على فكرة إلغائها، ولكن في ظل الوضع الراهن وفي ظل ما يحدث وفي ظل غياب الثقة، أعتقد أن من المناسب جدا أن نبادر، وألا تكون آخر نقطة، ألا تكون هيئة الرقابة المالية خصما للسوق. إذا راجعنا القضايا الموجودة في الدعاوى القضائية الموجودة في المحكمة الاقتصادية، هيئة الرقابة المالية خصم في عدد غير مسبوق في أي مكان في العالم في هذه القضايا. أرجو من السيد الدكتور محمد فريد أن يراجع هذه الدعاوى وأن يتنازل عن معظمها ما لم يكن هناك يعني شيء يخل بمصلحة الدولة. شكرا جزيلا. شاكر جدا مشاركة حضرتك دكتور ماجد نافع، شكرا جزيلا.